بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. بنشرح لكم اليوم إن شاء الله وضعية الأبدومين البطن، وضعية تصوير البطن، وكم لديها وضعيات. فالبطن لديها خمس وضعيات، الوضعية الأولى الذي هي أبدومين أنتريور بستيريور سوباين. المريض يكون مستلقين على الطاولة، شوف بهذا الشكل، هذا شكل المريض في الوضعية الأولى الذي هي أنتريور بستيريور سوباين. شوف كيف هذه وضعية المريض في الأبدومين سوباين اللي هي البطن. فتطلع له صورة الأشعة، شوف بهذا الشكل، هذه الوضعية الأولى اللي هي أنتريور بستيريور سوباين. ومعنا الوضعية الثانية الذي هي أنتريور بستيريور، يعني بستيريور أنتريور إريكت، أبدومين بستيريور أنتريور إريكت. المريض يكون واقف، صورة أشعة للبطن، يعني صورة للبطن والمريض يكون واقف، صورة الأشعة بتطلع لك شوف بهذا الشكل. فهذه الثانية الذي هي أبدومين بستيريور أنتريور إريكت، شوف كيف الوضعية حق المريض، هذا شكل المريض واقف في البستيريور انتريور الإريكت. ها شوفوا، طلع لك الصورة على الأشعة، قلنا كذا بهذا الشكل، هذه بالوضعية الثانية. ومعنا الوضعية الثالثة الذي هي أبدومين انتريور بستيريور مكان إريكت، المريض مكانه واقف، يعني الأول بستيريور انتريور والمريض واقف، والآن انتريور بستيريور، يعني هناك خلفي أمامي، هنا أمامي خلفي. شوف كيف وضعية المريض، المريض يكون بهذا الشكل، الوقوف حقه كيف، وضعية الوقوف شوف كيف، هذه اللي هي انتريور بستيريور، وضعية الوقوف انتريور بستيريور البطن. صورة الأشعة بتطلع لك طبعا في هذا الشكل، هذه أبدومين انتريور بستيريور إريكت، أما الأولى بستيريور انتريور إريكت كمان، هذه الأولى بستيريور انتريور إريكت، وصورة الأشعة بتطلع لك كذا. أما الثانية معنا اللي هي قلنا انتريور بستيريور إريكت، بتطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل. ومعنا الوضعية الذي هي الرابعة، أبدومين لاترال ديكابيتيوس، شوف كيف وضعيات المريض، كيف المريض مستلقين على الطاولة يكون، شوف بهذا الشكل، ها شوف كيف وضعيات المريض، كيف الاستلقاء حق المريض. شوف فين الكاسيت، الكاسيت عند ظهر المريض، التيب شوفوا من فين اخترق الأشعة، من عند البطن. وشوف كيف وضعيات المريض والكاسيت فين، هذه الوضعية الذي هي أبدومين لاترال ديكيبتيوس، شوف كيف وضعيات المريض، شوف كيف الكاسيت، شوف من فين اخترق الأشعة، من عند البطن إلى الكاسيت، شوف وطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل، هذه في اللاترال ديكيبيتيوس، أبدومين لاترال ديكيبيتيوس، الوضعية الجانبية للبطن، والمريض يكون إيش مستلقين هنا. ومعنا الوضعية الخامسة، الوضعية الخامسة أبدومين دورسال ديكيبيتيوس، شوف كيف وضعيات المريض، كيف وضع المريض، كيف هو مستلقي على الطاولة في هذا الشكل، شوف كيف، هذه الوضعية اللي هي الخامسة حق البطن، أبدومين درسال ديكيبتيوس. شوف الكاسيت فينو جنب المريض بالجهة الذي مثلا يكون فيها الألم، شوف فينو، فالكاسيت من فين الأشعة بتنطلق، شوفها من فين، من هنا، شوف التيب فينو، التيب بينطلق الأشعة من الجهة اليمين إلى الكاسيت. فهذه الوضعية الخامسة الذي قلنا أبدومين دورسال ديكيبتيوس، فطلع لك صورة الأشعة في هذه الوضعية الخامسة في هذا الشكل، هذه خمس وضعيات للبطن، خمس وضعيات للبطن قلنا، الذي أبدومين أنتريور بستيريور سوباين، أبدومين أنتريور بستيريور سوباين،
المريض يكون مستلقي على الطاولة في الوضعية الأولى anterior posterior supine، يطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل. ومعانا الوضعية الثانية الذي هي abdomen posterior anterior erect، المريض يكون واقف ومتجه بالبطن حقه إلى الكاسيت، إلى الكاسيت، ويطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل. ومعانا الوضعية الثالثة الذي هي abdomen anterior posterior، شوف كيف anterior posterior، هناك posterior anterior erect، الوضعية يطلع لك في هذا الشكل. ومعانا الوضعية الذي هي قلنا الرابعة اللي هي abdomen lateral decubitus، شوف فيها وضع الكاسيت بالظهر والأشعة تخترق من البطن إلى الظهر. هذه نطلع لك صورة الأشعة في اللترال في هذا الشكل. معنا الوضعية الخامسة الذي هي دورسال تكوبيتيوس، شوف وضع فين الكاسيت، شوف من فين تخترق الأشعة، من فين تخترق البطن، يطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل. هذه وضعيات البطن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو سمحت لا تنسي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. لكم خالص الشكر والتقدير.